التمرية هي تعتبر تراث نابلسي بامتياز، يعني هاي التمرية مختصة نابلس، حتى لو حد في مناطق تانية اشتغل التمرية إلا أنه أساس التمرية هي كانت من نابلس، وحتى اللي بيشتغلوا تمرية مثلا في الأردن هن بالأصل من نابلس. هلأ تاريخ التمرية متى نشأت متى صنعت متى صممت ما حد بيعرف، يعني ما في شيء موثق انه من اي سنه او من اي فتره بدات هذه المهنه، بس هذه يعني هي من عشرات او مئات السنين موجوده في نابلس. ولعدم توفره باي مدينه ثانيه او اي منطقه ثانيه سواء بالضفه او فلسطين او خارج فلسطين، عدم وجود هاي التمريه من فترات طويله بدل على انه المصدر في نابلس. هي تعتبر من التراث المميز، يعني بيعتبروها ناس زي مسحة زور، ناس بيعتبروها بدل فطور يوم الجمعة، بدل فطور شيء مميز على صباحية الأعراس، باخدوا كميات، بتعتبر شيء يعني له نكهة غير طعم التمرية، له نكهة نفسية عند الناس. يعني لو فحصت جينات أهل نابلس إلا تلاقي بالجينات إيش اسمه جين تمرية، ما حد عارف، يعني في ناس بقولك تمرية ولا بالطاء أو بالتاء، فطبعا منهم بالطاء لانه لو كانت بالتاء من التمر كان التمر بده يكون من مكونات التمريه. هلا يقال انه تمريه لانها بتنتمر بالزيت، بس في شغلات كثيره برضه بتنتمر بالزيت وما اسمه تمريه. الاغلب انه كنا التمريه بالتركي الشيء اللي بتطبق هيك يعني، فمن هذا الباب انه ممكن تكون تسميه من ايام الخلافه العثمانيه انه يعني ككلمه تركيه. تفضل يا حاج بيه. حياك الله. زين عليك ابو عوض.